السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، يسعدني أن ألتقي بكم في شرح مبسط لكيفية الاستفادة من الضاغط المستعمل لديكم سواء في الثلاجات أو الديب فريزر أو ثلاجات العرض في نفخ إطارات السيارات أو إطارات الدراجات. الفكرة بسيطة جدا، احنا عندنا الضاغط القديم بيكون فيه ماسورة للطرد وماسورة للسحب وماسورة تانية للشحن. هنلغي واحدة فيهم ايا كانت باللحام وهنخلي عندي ماسورتين فقط، واحدة طرد واحدة سحب. طبعا لو في حد ما هوش فني تبريد وتكييف مش هيقدر يحدد السحب من الطرد، فخلينا مع بعض نشغل الضاغط ونشوف السحب والطرد. شغلنا الضاغط، ماسورة الطرد اللي هي بتطرد هواء والسحب بتسحب هواء، ماشي. فكرة بسيطة جدا، ماسورة الطرد ديت هركب فيها خرطوم زي اللي احنا شايفينه قدامنا. بجيب الخرطوم ده من عند قطع غيار السيارات او الدراجات باطوال مختلفة، 10 متر 15 20 متر زي ما احنا شايفين، ماشي. بجيب بلف زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ماشي، بيستخدم في نفخ الاطارات، بيركب على الاطار بتاعي. بركب الخرطوم بتاعي مع خط الطرد اللي احنا حددناه الشكل اللي احنا شايفينه ده، وطبعا بكون جايب معاه ايفيز، بركب الايفيز عليه وبربط عليه كويس والفك عشان اثناء عملية تعبئة الهواء ما يحصلش ان هو ما يتنفرش مني. والوصلة التانية بركبها بالاطار، شايفينها باطار السيارة او الدراجة. انا ركبت هنا وصلة شحن، بلف شحن، علشان خاطر اثناء نقل الماتور او لو انت حاطه معاك في السياره بتاعتك، ماشي، ما يكبش الزيت، فبتقفل الغطا ده بالشكل ده. اما قفلنا الغطا ما عادش المحبس عندي يطلع هواء، فطبعا لو جيت حطيته في الاطار السياره او الدراجه وما لقيتش هواء هفتكر ان انا مركب الغطا، فافك الغطا بتاعي بالشكل ده. يفضل طبعا ان قدرة الماتور اللي هستخدمه في نفخ الاطارات تكون قدرة عالية، على الاقل ربع حصان، خمس حصان قوي، ولو تلت كمان يكون افضل. وممكن اعمل يد على الضاغط من فوق لرفعه، هلحمها بمكنة لحام عند اي حد بتاع لحام، اكيد مش هتلحمها انت بنفسك، ماشي، بحيث تقدر تشيل منها الماتور وتحركه اثناء العملية بسهولة. ولابد ان يكون مجموعة الماتور مقفولة بإحكام بالشكل ده عشان ما تحصلش كهرباء أو يحصل أي مشكلة معاك. ونتمنى من الله عز وجل أن نكون قد أفدناكم بشيء، وانتظروا معنا كيفية الاستفادة من ماتور الثلاجة ككمبروسر هواء مع خزان واستخدامه في أعمال الدهانات البسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء.